السلام عليكم. مليون طفل لا يمكنهم الذهاب إلى المدرسة، 1,300,000 طفل مصاب بسوء التغذية، 185 حالة تجنيد أطفال قام بها الحوثيون، 700 طفل شاركوا في العمليات الحربية. هذا ما تقوله الأرقام وقاعدة البيانات التي قدمتها اللجنة العربية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة حول استغلال الأطفال في النزاعات المسلحة. كانت الأمم المتحدة قد وضعت اليد على الجرح من خلال دعوتها إلى إيجاد سبل للتعامل مع الأطراف التي تقوم بتجنيد الأطفال، وبينت أن مصادر أخرى من منظمات المجتمع المدني أكدت أن معظم عمليات التجنيد تمت في شمال صنعاء، واستغل فيها أطفال أتوا بهم من محافظة عمران، وأن الأطفال يوعدون برواتب من 100 إلى 200 دولار شهرياً مقابل حراسة بعض المواقع، ثم يرسلون رغما عنهم إلى مراكز التدريب المسؤولة الأممية أيضا طالبت بوضع برنامج إعادة تأهيل شامل وتقديم مجندي الأطفال للعدالة ومحاسبتهم. والسؤال الذي يضع نفسه على الجرح المفتوح بحق الطفولة المعذبة في بلادنا، لماذا لا يتم إنزال العقوبات على الأطراف التي تقوم بتجنيدهم طالما أصبحت معروفة؟ ما الواجب الإنساني والوطني تجاه تجنيد الأطفال؟ وأين ذهبت خطط العمل الخاصة التي تبنتها الحكومة بمنع تجنيدهم؟ وما أهمية الندوة التي تطرقت إلى جروح الطفولة المفتوحة؟ وهل هي كفيلة بتحريك الضمير الإنساني تجاه الطفولة في اليمن؟ حول هذه التناولات ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة، ولكن مشاهدينا اسمحوا لنا بالذهاب لمشاهدة هذا التقرير ثم نعود إليكم. الأطفال وقود أخضر لحرب سوداء، هذا ما يسفر عنه الوجه القبيح للمرحلة الصعبة التي يعيشها اليمنيون في حرب ظالمة يكشف اليوم الغطاء عنها أمام المجتمع الدولي في قاعة مجلس حقوق الإنسان في ندوة بشأن تجنيد الأطفال في اليمن. فتحت هذا العنوان أقيمت ندوة على هامش الدورة 31 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف. كانت ندوة اليوم عن استخدام الأطفال في الصراعات المسلحة، ندوة ممتازة تم فيها تفصيل ما تقوم به ميليشيات الحوثي وصالح من تجنيد الأطفال. تفيد الإحصائيات عن مئات الأطفال ممن هم دون 17 عاما تم الزج بهم في أتون الحرب من قبل ميليشيا الحوثي وصالح. تقرير تقريبا من ممثل الأمم المتحدة للأطفال والنزاعات، أشار هذا التقرير إلى أن الأطفال 2/3 الأطفال الذين هم يقاتلون في جبهات النزاع تقريبا 89% منهم يعني يجندون من قبل جماعات الحوثي. تقول الورقة المقدمة في الندوة أن الأطفال يوعدون برواتب ما بين 100 إلى 200 دولار شهريا مقابل حراسة بعض المواقع، ثم يرسلون رغما عنهم إلى مراكز التدريب التي كانت تعرف سابقا بمراكز الحرس الجمهوري، وأن الحوثيين يحتفلون عند مقتل أحد الأطفال باعتبارهم شهداء لغسل أدمغة الأطفال الآخرين وتحفيزهم على القتال. طبعا يكونون سعيدون أنهم يحصلون على مبالغ ومعهم أسلحة، وبالتالي يتم أخذهم وتجنيدهم، تقريبا يذهبون لمدة شهر للتدريب العسكري وبعد ذلك يزجون في جبهات القتال. الوضع في اليمن مأساوي، هناك يعني حسب الأمم المتحدة تقريبا الآن 700 طفل، أكثر من 700 طفل قتلوا، أكثر من 1100 طفل جرحى. تصريحات أفادت أن ميليشيا الحوثي وصالح تعتمد بشكل رئيسي على الأطفال في صراعتها بعدم تمدد ميليشياتها، وهو ما يفسره آخرون بسبب نفاذ مخزونها البشري من المقاتلين من رجال القبائل والجيش الموالي للمخلوع صالح، إلا أن نسبة أقل من ذلك أوردتها منظمة اليونيسف في أحد تقاريرها أن الأطفال يشكلون نسبة 30% من ميليشيا الحوثي، وذلك بعد تركهم لمدارسهم وحملهم للسلاح الذي بات صديقا لهم بدلا عن الكتاب. ولكن ما هو ثابت تؤكده منظمة سياج المعنية بحماية الطفولة هو مشاركة الأطفال في جبهات قتال الميليشيا بعد إقناعهم بأن ذلك جهاد، أو بسبب فقدان مصدر الرزق لكثير من الأسر ما يدفع الأطفال للتجنيد، خصوصا بعد تسرب أكثر من 1,000,000 طفل يمني من مدارسهم، وهو ما يجعلهم عرضة للتجنيد والالتحاق بمعسكرات الميليشيا.
مشاهدينا الكرام، للحديث على هذا الموضوع تنضم إلينا عبر سكايب الأستاذة رشا رشيد جرهم، الباحثة الاجتماعية والمناصرة لحقوق الإنسان. مساء الخير أستاذة رشا. أهلا وسهلا فيكم، مساء النور. بداية أستاذة رشا، هذه الأرقام المهولة التي استمعنا إليها في التقرير ومن خلال أيضا الندوة التي قدمتموها، يعني توضح مأساة الطفولة في بلادنا. هذه المأساة التي ربما يعني هي ليست جديدة وإنما تزداد وتتطور يوما بعد يوم للأسف. كيف تقرأين هذه الأرقام المقدمة؟ بصراحة لا زالت الأرقام لا تعكس الواقع. أشعر أن الواقع أسوأ بأكثر من الأرقام، لأن الأرقام هي عبارة عن رصد لحالات معينة. فبالنسبة للأمم المتحدة التي رصدتها كانت 156 حالة هي التي رصدتها، ولكن أنا أتوقع أن تكون المشكلة أكبر من ذلك. بالنسبة للمنظمات المحلية أيضا رصدت حوالي 185 طفل حالة تجنيد الأطفال. هذا التقرير فقط واحد في 6 مناطق فقط، يعني ممكن إذا تم رصد شامل ممكن أن يشير إلى أن هناك مشكلة أكبر بكثير. نعم، ما هي المناطق هذه أستاذة؟ المناطق هي كانت تشمل عمران، كانت أكبر منطقة تصدر أو يتم تجنيد الأطفال فيها هي عمران، كانت بحوالي 84%. كمان أيضا صنعاء كانت موجودة بحوالي 5.4%. ذمار أيضا، حجة، البيضاء، وسعدة. نعم. هذه كانت الست المناطق التي تم رصد رصد فيها لعملية تجنيد الأطفال. نعم. كان يتم في هذه الست المحافظات يتم يعني تأكدوا من أن هناك على الأقل 22 موقعا يتم فيها التجنيد، تتفاوت ما بين مراكز مجتمعية، بيوت قادة محليين، مؤخرا كان يتم في المدارس. زي ما تكلم التقرير كانوا يوعدون الأطفال أنه ما بين 100 إلى 200 دولار سيحصلون على راتب شهري، يعطى لهم السلاح، يتم تدريبهم في منطقة في دمار لمدة شهر، ثم يزجون إلى جبهات القتال. لا. طيب أستاذة، يعني ربما الندوة تحدثت عن هذه الأرقام، ولكن أود منك أن توضحي لنا ما الذي جاء في الندوة بشكل إجمالي؟ الندوة هي كانت لا تركز فقط على اليمن، كان هناك عرض حالات أخرى في كشمير وفي أيضا بوكو حرام، يعني قضية بوكو حرام، وهي بشكل عام كان حول تجنيد الأطفال. احنا عرضنا فيها يعني كحالة اليمن عرضنا فيديو يوثق شهادات لبعض الأطفال التي تم أسرهم في مدينة عدن، تحدثوا أنه تم يعني بنفس الطريقة أنه تم يعني وعدهم بالضبط أنهم سيحصلون على أرقام عسكرية، بأنهم سيحصلون على رواتب، وذهبوا إلى عدن للقتال. أخبروهم بأن هناك يعني فقط لتأمين المنطقة وأنه لا يوجد شيء، ولكن وجدوا أنفسهم يقاتلون بالخطوط الأمامية في بعض الأحيان. طيب أستاذة، يعني من هي الأطراف الأممية التي استمعت لحديثكم حول هذه المأساة التي تتحدث عن الطفولة؟ كان موجود من مكتب الأمم المتحدة الخاص بممثلة الممثلة الخاصة للأطفال والنزاعات، وكان يوجد أيضا هناك مشاركين من على هامش الدورة 31 لمجلس حقوق الإنسان. وغدا عندنا أيضا اجتماع معهم بشكل منفرد وخاص لإعطائهم معلومات أكثر وتسليم هذه الوثائق والمعلومات بشكل رسمي. اجتماع خاص فقط باليمن يعني؟ نعم، يعني احنا الفريق اللي ذهبنا كم شخص ناشط سوف نقوم بالاجتماع معهم وتسليمهم هذا الشيء. ما الانطباع الأولي طيب للأرقام التي استمعوا إليها في الجلسة؟
هو بصراحة يعني هو مشكلة كبيرة، ولكن للأسف أشعر أن الأمم المتحدة هناك قصور، لأن الأمم المتحدة دائما تذهب خلف الحكومات. نحن في عالم الآن في الشرق الأوسط الحكومات عندنا منهارة تقريبا، هناك عدم استقرار، والميليشيات عادة الحوثي داعش القاعدة هي التي تنتهك حقوق الإنسان، وبالتالي هم عادة يطالبوا من الحكومات أن توقع خطط عمل، واليمن فعلا هي وقعت خطط عمل أيوة لمنع تجنيد الأطفال في 2014، لكن ما هي الخطوات الآن التي يتم عملها بالنسبة للميليشيات؟ هذا ما أريد أن أوصله لمجلس حقوق الإنسان، كيف يجب أن نتعامل مع الميليشيات؟ كيف يجب أن نتعامل مع الأطراف التي هي لا تمثل الدولة؟ نعم، والتي تسيطر على بعض المناطق. طيب برأيك يعني في بهذه الجلسة هل ستخرجون فعلا بحلول منطقية لمثل هذه النقطة التي طرحتي، أنه لا توجد حكومة الآن على الأرض يستطيع الحديث يعني التحدث معها أو تستطيع أن تمارس مهامها بشكل طبيعي لتنفذ هذه الخطط التي وقعت من قبل؟ يعني كيف يمكن توجيه الحديث مباشرة للميليشيا التي تستخدم الأطفال؟ بالنسبة يعني أنا توقعي صراحة مش متفائل كثير، أعتقد أكبر شيء ممكن تعمله في هذه المرحلة الأمم المتحدة أن تصدر بيان إدانة إلى الجهات التي تجند الأطفال. أنا أوجه من هذا المنبر صوتي إلى الميليشيات مباشرة بأن يعفوا الأطفال من هذه المهام، لا يجعلون هذه الحرب هي ليست حرب الأطفال، هم مستقبل اليمن، يجب علينا أن نرعاهم، يجب علينا أن نجعلهم يعودون للمدارس يعني عشان بلادنا ترجع. نعم. طيب أستاذ رشا ابقي معنا قليلا، يعني سينضم معنا في هذا الحوار الأستاذ محمد الأسعدي الناطق الرسمي باسم اليونسف في اليمن. مساء الخير أستاذ محمد. مساء النور عليك وعلى المشاهدين الكرام وعلى ضيوفك أيضا في البرنامج. اهلا بك استاذ محمد. بدايه يعني منظمه اليونسيف اصدرت تقارير بموت العديد من الاطفال حديثا، حدثنا عن محتوى التقرير الذي جاء. حقيقه الوضع بشكل عام متاثر بالازمه الحاليه، بالتاكيد هناك انعكاس كبير على هذه الشريحه من المجتمع، وهي تعتبر الشريحه الاضعف مع النساء في كل الازمات التي أصابت هذا البلد. الأطفال على سبيل المثال هناك ما يقرب من 2000 طفل قتلوا وأصيبوا في خلال الحرب التي اندلعت من 23 من مارس الماضي. هناك ما يزيد عن 738 حالة لتجنيد أطفال تم توثيقها ورصدها في مختلف الجبهات في شمال البلاد وجنوبه. أيضا هناك حالات إصابات متوقعة في لسوء التغذية الحاد بين الأطفال تحت سن الخامسة، أكثر من 320 ألف حالة أتوقع أن يصابوا بسوء التغذية بسبب تدهور المنظومة الصحية، إلى جانب مشكلة البطالة، مشكلة الفقر المتزايد، مشكلة تدهور الاقتصاد في البلاد بشكل عام. كما أن هناك ما يزيد عن 10 مليون طفل من إجمالي كل السكان في البلاد بحاجة إلى مساعدة إنسانية من نوع آخر، سواء كانت بالتعليم أو بتوفير المياه أو بتوفير الخدمات الصحية الأساسية أو بتوفير اللقاحات أو بتوفير التغذية العلاجية الدقيقة للأطفال المصابين بسوء التغذية. هناك وضع صعب وصعب للغاية حقيقة عندما نتحدث عن الأطفال. نعم. طيب أستاذ محمد، يعني الأرقام ربما أكبر بكثير مما يتوقع، وأيضا من أي جهود ممكن أن تحاول أن تتلافى هذا الأمر؟ يعني أنت تحدثني عن 10 ملايين طفل بحاجة لمساعدة إنسانية، هناك أيضا أرقام مهولة بعدد الأطفال الذين تسربوا من المدارس، الأرقام التي تتحدث عن موت الأطفال في الجبهات وأيضا المتأثرين بالحرب سواء بالقصف أو بالقنص المباشر، ولكن أستاذ محمد يعني كيف يمكن أن تتعاملوا أو تتداركوا ما يمكن تداركه في هذه المسألة؟ جميل. حقيقة أنه بالفعل الوضع صعب ومتعدد، والأزمة لها أوجه عدة ومختلفة وتتفاوت من منطقة لأخرى، ولكنها حادة في كل الأماكن. نعم. هناك نداء أطلقته منظمة اليونيسف مطلع عام 2016 بأننا بحاجة إلى 180 مليون دولار لمساعدة ملايين الأطفال في اليمن، سواء عن طريق اللقاحات لحمايتهم من الأمراض القاتلة أو عن طريق تقديم خدمات الرعاية الصحية، سواء بإعادة تأهيل المرافق الصحية أو تقديم التغذية العلاجية الدقيقة
يعني الأطفال المصابين بسوء التغذية، أو بمساعدة أيضا توفير الرعاية الصحية الأولية الأساسية للأمهات المرضعات وللحوامل أيضا، كذلك توفير بيئة تعليمية مناسبة لأكثر من 2 مليون طفل الذين أيضا إما تدمرت مدارسهم أو تم استخدامها من قبل الجماعات والقوات المسلحة على شكل أحد سواء، أو قصفها أو تدميرها أو يسكنوا فيها النازحين. وضع بحاجة فعلا لجهود تفوق منظمة اليونيسف. مهما عملنا من جهد، مهما حصلنا من تمويل، لن نستطيع أن نغطي كل الاحتياجات التي تواجه البلد فيما يخص جوانب الطفولة على فقط. ربما لابد من لفتة جادة وكبيرة جدا للوضع الإنساني من قبل دول الجوار ومن قبل الدول المانحة بشكل عام، وتكثيف الجهود، وأيضا أفضل طريقة لإيجاد لوقف هذا النزيف المتزايد نحو الهاوية الإنسانية أو الانحدار المتزايد نحو الهاوية الإنسانية أن تقف هذه الحرب، أن يوجد حل سلمي يوفق بين الأطراف المتصارعة في البلاد، بحيث نستطيع أن نتفرغ تماما لمعالجة كثير من التحديات التي تواجهنا يوما بعد آخر. نعم ربما المشكلة الأكبر عزيزتي، ودعنا أقول ربما هذا التصريح لأول مرة في وسيلة إعلامية محلية، أنه نتوقع في عام 2016 أن يموت على الأقل 10,000 طفل تحت سن 5 بأسباب غير أسباب الحرب المباشرة، بمعنى ليس بالرصاص ولا بالقصف ولا بالقذائف، قد يموتون بسبب تدهور المنظومة الصحية وعدم توفر مياه صالحة للشرب وعدم توفر تدخلات مناسبة وعاجلة في أماكن الاحتياج التي تتعدد وتفوق قدراتنا المحلية والميدانية. نعم، يعني هذا الرقم مفزع أستاذ محمد، يعني ونحن نتحدث يعني عن كما قلت بأسباب غير مباشرة، ولكن يعني برأيك ما هي الحلول العاجلة لإنقاذ ما يمكن يعني أن يخفض الرقم، أو حتى لا أدري يعني الرقم؟ تفضل. للأسف الشديد أصبحنا نحاكم الأرقام وننظر على الأرقام على أنها مجرد أعداد، وكم صفر يتبع الرقم الفلاني. نعم. للأسف الشديد الأزمة الإنسانية في اليمن أسوأ حدة من الأزمة في سوريا والعراق وليبيا. في اليمن 80% من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، بينما في سوريا 73% فقط من السكان، في العراق 28%، في أفغانستان حوالي 30%. اليمن أسوأ أزمة إنسانية ربما موجودة في المنطقة بشكل عام، والعالم والإعلام بشكل رئيسي يركز على قضايا الجدلية والسياسية والمعارك أكثر مما يلتفت إلى الإنسان واحتياجات الإنسان. أولا نحتاج انتفاضة جادة من الإعلام المحلي والإعلام العالمي نحو قضايا الإنسان وتحييد الإنسان بشكل عام عن الصراع، لأن هناك قد يكون هناك 1 مليون مقاتل، لكن هناك 24 مليون مواطن غير مقاتلين بحاجة صحيح. إلى سلام وبحاجة إلى الغذاء وبحاجة إلى ماء وبحاجة إلى خدمات رعاية صحية. أولا ثانيا لابد من الاستجابة الإنسانية المتعددة القطاعات، ما تكون الاستجابة في قطاع معين أو في مكان معين من أماكن اليمن، تكون الاستجابة شاملة اليمن من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها وعلى مختلف القطاعات وبشكل سريع ومتكامل. نعم. بحيث نستطيع أن نعالج كثير من الإشكالات وأيضا نحد من حدة هذه الأزمة. نعم. طيب أستاذ محمد، يعني سؤال أخير، الأمم المتحدة كما تحدثت السيدة رشا يعني تتحدث عن أنها تخاطب حكومة، ربما تتحدث عن خطط عن أعمال يفترض أنها تكون في الوضع الطبيعي للبلد. الآن الوضع وضع حرب والموقف كارثي للأسف الشديد، يعني اليمن لا بنية حقيقية كانت تمتلكها ودخلت، ويعني كان لديها تدهور اقتصادي كبير ودخلت في هذا الحرب فازداد الوضع سوء. لكن يعني إذا كان الحديث سيتوجه للحكومات للحكومة التي يعني ليست مفعلة في الأرض وغير قادرة أيضا على اتخاذ أي إجراءات حقيقية، إذا العالم بهذا الشكل سيظل يتفرج على هذه الأعداد التي تزداد يوما بعد آخر، ألا يمكن أن يعني ما هو الحل الذي يمكن إيصاله أو يعني الرسالة التي يمكن إيصالها حتى يتلافوا هذا الأمر بصورة أسرع وأن يكون بطريقة نمطية على الواقع وليس عبر بيانات أو خطط مستقبلية؟ دعني أقول أن الأمم المتحدة خصوصا الوكالات التي تعمل في الجوانب الاستغاثة الإنسانية أو الجوانب التنموية كاليونيسف
لا تملك قوة خارقة أنها تستطيع أن توقف صراع أو تثبت حكومة وتلغي حكومة. نحن نعمل من أجل الأطفال والأطفال فقط في كل مكان بدون استثناء في أي طرف في أي بقعة جغرافية تحت سيطرة أي من القوى المتصارعة. هذا توضيح أول. النقطة الثانية والأهم أن الأطفال أطفال اليمن، كل الأطفال بدون استثناء، لا توجد سلطة لا محلية ولا سلطة حتى على مستوى القرية والمديرية والمحافظة والدولة تستطيع أن تستثني الأطفال. ينبغي أن يعمل الجميع من أجل الأطفال وإبعادهم من صراع الحرب، إبعادهم من تحمل نتائج سياسات الكبار وأن يدفعوا ثمن لهم لا علاقة لهم به لا من قريب ولا من بعيد. هم ضحايا مباشرين لهذه الأزمات، سواء كانت الأزمات المتعاقبة أو الأزمات المتجددة التي تظهر من الحين الآخر. نحن نعمل مع كافة أطراف الصراع، نعمل مع الحكومات المحلية في المديريات بدءا من المديرية والمحافظة ثم بالمركز، حيثما نستطيع أن نوفر دعم للأطفال سواء عن طريق توفير اللقاحات، توفير المواد الأساسية التعليمية، توفير أماكن بديلة للفصول التي دمرت، نعم، عن طريق الخيام وغيرها، توفير المياه، توفير الإصلاح البيئي، توفير التغذية العلاجية الدقيقة وغيره. نعمل من أجل الأطفال، وهناك بصراحة استجابة، نلاقي صعوبات وتحديات بالتأكيد من مكان لآخر، ولكن بالأخير نصل. المشكلة نخاف أن نصل أحيانا متأخرين أو لا نصل بالاحتياجات التي تفي، لا نصل بالاستجابة التي تفي وتواجه الاحتياج. نعم، شكرا لك أستاذ محمد الأسعدي، نقدر جهودكم وسنكون يعني معكم في الجانب الإعلامي بقدر ما نستطيعه. الأستاذ محمد الأسعدي الناطق الرسمي لليونيسف في اليمن، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف. عودة إليك يا أستاذة رشا، ربما استمعتي لحديث الأستاذ محمد، يعني الوضع غير مبشر بخير، وكما تحدثتي يعني أنت لست متفائلة كثيرا بما يحدث الآن في مجلس حقوق الإنسان. يعني ما الذي يمكن عمله برأيك إذا كانت المنظمات يعني المدنية أو منظمات المجتمع المدني غير قادرة على تلافي هذه الكارثة؟ الحكومة بعيدة، الميليشيا لا يمكن أن تستجيب لصوت العقل حاليا، فما الحل من بوجهة نظرك؟ سنحتاج إلى حل يعني من جميع الأطراف. كما قال الأستاذ محمد، هو في فبراير أعلنوا خطة جديدة للاستجابة للإغاثة الإنسانية في اليمن. هذه الخطة كانت تصل إلى 1,800,000,000 دولار للسنة 2016. نعلم أن السنة الماضية كانت 1,600,000,000 دولار. نعم. وتم فقط يعني تمويل 55% من السنة الماضية. هذه السنة فقط تم تمويل إلى الآن 2.3% من تمويل الإغاثة بشكل كامل في اليمن، فقط 2.3% من 1,800,000,000. وعندما نرى أين تذهب هذه المبالغ أيضا، نرى أنها لا يوجد أي تمويل إلى الآن إلى العنف المبني على النوع الاجتماعي الذي يشمل النساء والأطفال أولادا وبناتا. فبالتالي نرى أن هناك قصور كبير جدا في التجاوب في الاستجابة الإنسانية في اليمن. يجب على الدول بشكل جميعها المانحة أن تدعم اليمن بشكل أكبر، يجب على الحكومة أن تكافح الفساد، يجب علينا أن نضع آليات جدا جدا صارمة بمكافحة الفساد والشفافية في أيضاً برامج في برامج الإغاثة. هذه الأشياء التي أتخيل أنها الطارئة التي يجب تبنيها في المرحلة القادمة. نعم. طيب أستاذ، هناك دعوة الأمم المتحدة أيضا لضرورة إيجاد سبل للتعامل مع الأطراف التي تقوم بتجنيد الأطفال، ماذا عنها هذه الدعوة؟ يعني طبعا هم مثل ما قلت، هم عادة يوجهوا بيانات ويوجهوا دعوات إلى هذه، عادة إلى الحكومات، بأن الحكومات هي تتعامل مع الأطراف، لأنه في حقوق الإنسان الدولة هي المسؤولة الأولى والأخيرة في دولتها للتعاطي مع انتهاكات حقوق الإنسان. نعم. فبالتالي ما زالت الميليشيات هذه، الدولة يجب أن تفرض سلطتها، يجب أن تحاسب هذه الميليشيات، ولكن يجب دعم الدولة لأن يتم ذلك. نعم.
طيب أستاذة، يعني هناك أيضا حديث عن البرنامج الشامل ربما لإعادة تأهيل الأطفال الذين شاركوا في هذه الحروب وإدماجهم اجتماعيا، أنه ربما عاد انخطت خطوة إيجابية جدا في التعامل مع هؤلاء الأطفال الذين تم الزج بهم. برأيك هل يمكن يعني التعامل مع هؤلاء الأطفال حاليا، أم أنه لابد من تطبيق القرار أولا 2016 حتى نستطيع أن نتلافى ما يمكن تلافيه بالنسبة لهؤلاء الأطفال؟ أعتقد يجب أن يعني هذه الشيئين أن يكونوا بنفس الوقت. يجب علينا أن نقوم بتنفيذ برامج في كل المناطق اليمنية بغض النظر تخضع لسلطة من، برامج تستهدف هؤلاء الأطفال، إعادة تأهيل وكل إعادة تأهيل، دعم نفسي، تحسين الخدمات بشكل عام، تعليم وصحة، وبنفس الوقت يجب أن يكون هناك عملية سياسية تضفي إلى تنفيذ القرار 22/16. طيب برأيك هذه الجهات من يمكن أن ينفذ مثل هذه البرامج؟ هل الحكومة أم منظمات المجتمع المدني؟ هو عادة المفروض منظمات المجتمع المدني بالتعاون مع الحكومة، بالتعاون مع الجهات المانحة ومنظمات الدولية المدنية وحتى وكالة الأمم المتحدة. يجب أن نعمل بشكل متجانس. هذه المرة أيضا لاحظنا في الحرب في اليمن هناك منظمات جديدة على الساحة مثل مركز الملك سلمان، يعني هذا تأسس الآن مؤخرا مع الحرب في اليمن، يجب أن يتم إشراكه، يجب أن يكون هناك تنسيق بين جميع هذه الجهات، حكومة، أمم متحدة، منظمات دولية ومنظمات محلية، وأن يعملوا بشكل متجانس بشكل أفضل. نعم، إذا اسمحي لنا أستاذة رشا أن نذهب أنت وأستاذ المشاهدين لهذا الفاصل القصير ثم نعود لاستكمال حوارنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. أستاذة رشا مرحبا بك مرة أخرى. سهلا أختي العزيزة. أستاذة رشا. نعم معكم. نعم. طيب أستاذة، أنت كنت تتحدثي عن أنه لابد من تضافر جميع الجهود سواء من منظمات مجتمع مدني، من حكومة، من جهات مانحة أيضا، لتفعيل بعض الأنشطة الخاصة ب يعني تأهيل الأطفال وإدماجهم مجتمعيا وتأهيلهم نفسيا أيضا. طيب لو تحدثنا أستاذ رشا، يعني الحكومة ليست موجودة فعليا حتى تقوم بممارسة مهامها خاصة في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيا، هل يمكن توجيه الحديث لهذه الميليشيا لأحد من طرف من قبل منظمات المجتمع المدني؟ يعني حتى يعني هل حاولتم ذلك لتدارك فداحة الأمر الذي يقومون به؟ هناك العديد من المنظمات المحلية باليمن التي تعمل في هذا المجال وكلهم يشتغلوا شغل جميل. في معك منظمة سياج للأطفال مثلا، في عدن في منظمة العدالة والحريات للأخت وردة بن سميت، في هناك مبادرات بسيطة تحاول أن تعمل في هذا المجال. أعتقد بيكون هناك تحديات، طبعا أولا تحديات مالية مثل ما قلت، إذا حسبنا خطة الاستجابة الإغاثية باليمن اللي هي 1.8 مليار، احنا نسمع الرقم ونقول واو هذا رقم هائل، ولكن هو فقط للاستجابة لاحتياجات 13 مليون يمني. عندما نقسمها تطلع حوالي 13 دولار بالشهر للفرد الواحد، يعني ما هي 13 دولار، قصدي سوري 11 دولار للشهر بالشهر الواحد يعني الشخص الذي يحتاج. فمن هذه يعني هي اول شيء جوانب التحديات التي تواجهها المجتمع المدني في اليمن. يواجه تحديات الماديه، يواجه تحديات ايضا في فنيه، هم محتاجين ايضا دعم، لان هذه اول مره احنا نوصل الى هذه المرحله من التاثر النفسي من الحرب لدى الاطفال والكبار، فبالتالي نحتاج أيضا إلى بناء قدرات المجتمع المدني للتعاطي مع هذه الحالات. أيضا يقولوا مبادئ الحماية أن تكون متواجدة، كيف نحمي الناجين من هذه الأفعال، كل هذه العناصر مهمة جدا لأي استجابة أو برامج يتم تنفيذها. نعم، وعلى ذكرك أستاذ رشا لمنظمة سياج ينضم معنا الأستاذ أحمد القرشي رئيس منظمة سياج لحماية الطفولة من صنعاء عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ أحمد.
مساء الخير، اهلا وسهلا استاذه، كيف الحال؟ واهلا بضيفتك العزيزه. مرحبا بك معنا استاذ احمد. يعني لا يستطيع احد انكار جهود منظمه سياج منذ يعني تاسسها في هذا المجال، وخاصه في مساله تجنيد الاطفال. استاذ احمد، مع هذا الوضع الكارثي ازدادت الارقام التي حاولتم في السابق ان يعني تقلصوها بقدر ما تستطيعون، ولكن الان الارقام اكثر. كيف يمكن ان تتعاملوا مع هذه المساله التي تؤثر على الاطفال سلبا؟ للأسف الشديد ازدادت معدلات تجنيد وإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة خلال 2015، وأعتقد بأن جميع أطراف الصراع على الأرض تتحمل مسؤولية فيما يتعلق بهذه الزيادة، مع تفاوت نسبي أكيد بين طرف وآخر، لكن في النهاية هناك ارتفاع كبير جدا، هناك إغلاق للمدارس في بعض المحافظات وتوجه الكثير من الأطفال إلى المعسكرات، وهناك أيضا اختراق للعملية التربوية التعليمية ب يعني مواد ويعني موجهات فيما يتعلق بالعنف وتعزيز ثقافة العنف والعدوانية بين الأطفال وتجاه بعض أبناء الوطن، وبالتالي هذه إشكالات كبيرة جدا، وهي تندرج ضمن تجنيد وإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة. للأسف الشديد ما يتعلق بالحد من التجنيد في هذه المرحلة، أعتقد بأنها مهمة الحكومة الوطنية عندما تكون هناك حكومة لديها حضور على الأرض وقادرة على ممارسة مهامها في وضع طبيعي. هذه مهمة الحكومة. نحن كمنظمة سياج قمنا بدور منذ العام 2009 وعززناه في العام 2011 حتى تم الاعتراف بالمشكلة في العام 2013، وتم توقيع الاتفاقية من قبل الحكومة اليمنية والأمم المتحدة على يعني إيجاد تدابير وإجراءات للحد من المشكلة طبقا لمبادئ باريس التي وقعت عليها الحكومة في حينها في أبريل 2014، وبالتالي أصبح أي جهد في هذا المجال يجب أن يكون، خاصة فيما يتعلق بالتسريع وإعادة التأهيل والإدماج، يجب أن يكون يعني الحكومة تكون هي رأس الحربة يعني في فيها. ولكن أستاذ أحمد، يعني نحن نتحدث الآن في وضع يعني غير طبيعي، الحكومة لا تستطيع أن تمارس مهامها بشكل كامل، خاصة في المناطق التي يكثر فيها استخدام الأطفال للأسف في هذا التجنيد. كيف يمكن التعامل مع هذه النقطة؟ يعني صعب أن ننتظر الحكومة حتى تعود الأطفال يعني. أنا أتحدث عن إجراءات ما بعد اعتراف الحكومة والرئاسة اليمنية بوجود المشكلة، أنها من قبل هذا من قبل 2013 كانت الحكومة والدولة اليمنية تمشي، لكن في الوضع الحالي نحن كمنظمات مجتمع مدني لا أخفيكم أننا نتعرض للكثير من الإقصاء والكثير من التهميش والاستبعاد من حتى من التمويل والمنح والدعم، وبالتالي حتى حركتنا أصبحت غير يعني قادرة على أن تقوم بواجبها حتى في الحد الأدنى. يعني أصبحت منظمات المجتمع المدني في اليمن الأغلبية منها أصبحت يعني مكسية وبعيدة عن القرار، ولكن يظل دور منظمات المجتمع المدني في الرصد والإبلاغ وفي إعداد التقارير الخاصة بتجنيد وإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، وهذه ليست مهمة بسيطة وليست مهمة أيضا هامشية، هي مهمة أساسية في ظرف كهذا. في ظرف كهذا أعتقد بأنه لا يصلح أن تقام برامج للتسريع وإعادة التأهيل والإدماج، ولا يصلح أيضا ومن الصعب أيضا القيام بأنشطة للتوعية على النطاق الشعبي والمحلي للسكان والناس وأولياء الأمور، نظرا لأن الأطراف المستفيدة من تجنيد وإشراك الأطفال في الصراع المسلح هي التي تحكم على الأرض فعلا، وبالتالي هذه ليس من مصلحتها قامت أي جهد فيما يتعلق بالحد من المشكلة. إنما يبقى دور منظمات المجتمع المدني يقوم على أساس الرصد والإبلاغ وإعداد التقارير في هذا المجال، وللأسف الشديد الغالبية الساحقة من المنظمات المدنية اليمنية غير قادرة على القيام بهذا الدور، وأنا أتحدث عن منظمة سياج في الوقت الراهن. نعم، طيب أستاذ أحمد، لو تحدثنا عن يعني ربما قد تحدثنا كثيرا عند هذه النقطة، ولكن لتكرارها حتى يعني محاولة توعية الأسر، ما هي أهم الأسباب التي تؤدي إلى ذهاب الأطفال إلى التجنيد أو أخذهم إلى معسكرات التجنيد؟ في الوقت الراهن أعتقد أن واحد من أكبر الأسباب هو أن الأطراف المستفيدة من يعني انخراط الأطفال في صفوفها هي التي تحكم على الأرض. هذا السبب أيضا سقوط مؤسسات الدولة والحكومة في أغلب محافظات الجمهورية إن لم يكن يعني جميعها. تعليق حقيقة هناك تعليق للعمل بالقوانين والدستور على الأرض، وهناك يعني إنفاذ قانون القوة
هناك أيضا الثقافة القبلية والاجتماعية التي تحث على حمل السلاح، وحتى أفراحنا وأعراسنا تقام بالرماية وباستخدام الأسلحة، وبالتالي الثقافة المجتمعية أيضا تسهم. أيضا البيئة التعليمية الطاردة وإغلاق المدارس، يعني هناك محافظات بأكملها الآن لا يوجد فيها تعليم، وهناك محافظات التعليم فيها متخلخل والأطفال يذهبون إلى المدرسة بخوف ورعب، وهذا يؤدي إلى انخراطهم في التجنيد. أيضا ثقافة أو الحشد الذي يحصل الآن، هناك تحشيد كبير جدا من بعض أطراف الصراع للأسف الشديد، خاصة لفئة الأطفال والمراهقين باتجاه الأطراف الأخرى أو خصومهم إن صح التعبير، وهذا يسهم بدور كبير جدا. هناك أيضا غياب للمؤسسات المدنية والحكومية بالقيام بدورها ولو في الحد الأدنى، غياب أيضا للإعلام، الإعلام كله مكرس الآن سواء لدى هذا الطرف أو ذاك، مكرس للتحشيد وللخطاب التعبوي الذي لا يفرق بين طفل ولا صغير، يحشد الجميع باتجاه الحرب والموت والدمار، وهذا للأسف الشديد يعني يصعد من مهمة من أي مهمة في الوقت الراهن للحد من المشكلة. نعم، طيب أستاذ أحمد، هل يعني تقومون بالتواصل بالجهات المانحة والمعنية لمحاولة استمرار عملكم في هذا الجانب، الحد من تسريح الأطفال وأيضا تأهيل من يمكن يعني من عاد، ومحاولة التخاطب مع الجهات المعنية للحد من هذه الظاهرة؟ للأسف الشديد أختي الكريمة، يعني البلدان التي تكون فيها مشاكل كاليمن تتحول إلى 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 يعني أماكن للاستثمار الحروب والصراعات المسلحة. هناك الآن مافيا للتغول على الدعم والمنح الدولية المقدمة باسم اليمن، هناك نسب كبيرة جدا منها يتم توجيهها يعني وإعادتها ل العاملين في المنظمات الدولية، وهؤلاء ليس من نعم هذه عمن تتحدث أستاذ أحمد، يعني من هي هذه المافيا التي تتحدث عنها؟ لا يوجد عمل حاليا في اليمن إلا منظمات دولية، وهناك شبكات لمنظمات دولية مع عاملين يمنيين وبعض المنتمين لهذه الحكومة أو تلك، وبالتالي هناك شبكات مصالح وهناك نهب للمنظمة للكثير من المنح والمساعدات، وهناك جزء يسير منها يذهب إلى المستفيدين للأسف الشديد. نحن في المنظمات الوطنية يتم إقصاءنا بشكل ممنهج ولا يتم حتى الرد على خطاباتنا، نحن وجهنا اكثر من خطاب الى 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 جهات مانحه، كنا نحن وهم شركاء يعني استراتيجيون فيما يتعلق بالحد من العنف ضد الاطفال في الصراعات المسلحه كالتجنيد والزواج المبكر والقتل وال يعني استهداف البنى والمنشات الخاصه بالاطفال، ما يسمى بالانتهاكات الستة وفقا لقانون لقرار مجلس الامن الدولي 1612 لسنة 2005، لكن للأسف الشديد حتى لا يتم الرد على خطاباتنا فيما يتعلق بالمقترحات التي نقدمها والأفكار التي نقدمها فيما يتعلق ب يعني دعم يعني مشاريعنا للاستمرار في عمليات الحماية والتوعية والمناصرة للأطفال حتى لا يكلفوا أنفسهم بالرد على على, على ونظرا ايضا لغياب التوازن في البلد وتغول المنظمات الدوليه ووجود عصابات الان يعني لنهب المساعدات الانسانيه. نعم اتضحت الفكره استاذ احمد. نعم اتضحت الفكره، شكرا لك استاذ احمد القرشي رئيس منظمه سياج لحمايه الطفوله، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء. عودة إليك أستاذة رشا، ربما سمعت لحديث الأستاذ أحمد يعني النقطة الأخيرة التي أثارها وهي موضوع مافيا المنح كما يمكن تسميتها التي تتاجر بمسألة الحروب والصراعات في البلد. أستاذة يعني هل يمكن للندوة التي طرحتم فيها هذه الأرقام وهذه الأوراق أن تجعل من الجهات المانحة تعيد النظر في المنظمات التي تتعامل معها، أن توجه يعني منحها للجهات الفاعلة حقا في الواقع؟ نحن نعلم يعني هناك كما يقال دكاكين فتحت باسم منظمات ومتاجرة بهذه المسألة، كيف يمكن إيقاف مثل هذه الأعمال؟ عزيزتي هناك إطار دولي اسمه إطار المساءلة الإغاثي اللي هو humanitarian framework accountability framework humanitarian accountability framework. هذه الإطار فيه مبادئ معينة يجب على كل المنظمات المانحة والمنظمات الدولية اتباعها. أنا أنصح منظمات المجتمع المدني بأن يذهبون إلى هذا الموقع
وينظرون إلى هذه المبادئ ويبدأون بعملية رصد ومتابعة الانتهاكات التي تحدث من قبل المنظمات الدولية ومن قبل الجهات المانحة. يجب علينا كمنظمات مجتمع مدني محلي أن نراقب الحكومة وأن نراقب الجهات المانحة كيف تذهب هذه الأموال، لأنه فعلا هناك حالات فساد. أنا كنت أشتغل مع منظمات في مجال الإغاثة للاجئين السوريين، وكنت أرى أن هناك يعني أشياء كثيرة لا غير أخلاقية بالضبط. فبالتالي أنا نصيحتي للشعب اليمني والمنظمات المجتمع المدني أن تراقب، أن تكون عملية رصد، وأن تفضح أي ممارسات غير سليمة. نعم ببساطة. طيب أستاذة، يعني هناك معلومات أيضا تحدثتم عنها أن الميليشيا تقوم بتجنيد الأطفال في المواقع باسم الحراسة ثم تذهب بهم وتزج بهم إلى جبهات القتال رغما عنهم، كيف تقرأين مثل هذا التصرف وفي أي بند يمكن أن يوضع؟ هو ليس رغما عنه، هو كان بتضليل. هذا اللي نعم. فهمته أنا من بعض الشهادات من الأطفال، أنه كانوا يقولوا لهم أنكم سوف تحصلون على راتب، وأن عملكم فقط هو تأمين المنطقة، أن تقفون في نقطة تفتيش، أن تذهبون وتتأكدون أن كل شيء سليم، فقط هذا ما كان يعني يقال للأطفال. ولكن للأسف كانوا يزجون بعض الأحيان في الصفوف الأمامية، وبعض الأحيان كانوا يبقون يعني لآخر لحظة يدافعون، بينما المقاتلون الكبار يهربون من المناطق التي يتم تحريرها. مثلا في عدن حدث هذا، أن المقاومة عندما استطاعت أن تسيطر على المدينة يعني وحررها تركوا الأطفال، ترك الأطفال وتم أسرهم. نعم. طيب أستاذة رشا، يعني ربما في ختام حديثنا، يعني بالمجمل ما هي النقاط الرئيسية التي يجب التركيز عليها حتى نتجنب الحد من هذه الأرقام الكارثية في عام 2016؟ هو بصراحة الأستاذ أحمد جاب لي نظرة سوداوية، أنهم حتى يعني هم كمنظمة كبيرة وأنهم غير قادرين على العمل في هذه الظروف، جعلني غير متفائلة بشكل أكبر. ولكن أنا أتمنى أن نستطيع أن نعمل توعية، ولو حتى بمجال المواقع التواصل الاجتماعي، ولو حتى عن طريق أن نستهدف خطباء المساجد ونقول لهم رجاء يجب أن يتوقف هذا الشيء. يعني نعم، بالحديث المتكرر. صحيح. نعم بالضبط بالضبط. والإعلام يلعب دور كبير، أنتم بقناة بلقيس أيضا يلعب لكم دور كبير في هذا الشيء. نعم. فلاشات توعوية نحتاج أيضا أن نقابل قيادات في مع الميليشيات الحوثي، أن نحاول أن نتحدث معهم. نعم، ولكن متفائلة من أين سنصل، ولكن نعم هي المشكلة نعم يرجحوا العقل. نعم أستاذ، المشكلة يعني ربما القائمة هناك يعني التضليل كما تحدثتي، وللأسف هناك تضليل ديني أيضا بأن الجنة تنتظرهم، وشاهدنا كثيرا يعني المفاتيح التي تعطى لهم والحروز التي تقدم، فما بالك بطفل صغير يمكن غسل دماغه بهذه الأحاديث. ربما يعني برأيك يعني ما هو دور الأسرة في هذه النقطة، خاصة في ظل الضبابية الموجودة في البلد حاليا؟ الأسر في أغلب الأحيان كما فهمت أنهم لا يعرفون أن هذا الشيء يتم. يعني قد يزج الطفل، يختطف، قد يزج. إيه لا نعم، لا أريد أن أقول يختطف، لأن يعني يجب أن أكون متأكدة 100%، ولكن يكونون غير واعين لهذا الشيء، لا يعرفون إلا وقد الطفل موجود في مكان آخر. في مثلا قصة أتذكر أن الطفل طرد من بيته بسبب مشاكل معينة وتم تجنيده، ولكن الأهل أرادوا استعادة ابنهم حتى بعد يعني بسبب مشاكل معينة. فما تعرف كيفية المجتمع اليمني، هناك خصوصيات معينة، كل عائلة لها خصوصيات معينة. فبشكل عام أنا أعتقد أن نحن بحاجة إلى توعية الأهالي لهذا الشيء. يجب عليهم أن يهتموا بالأطفال بشكل أكبر، أن يمنعوهم من الذهاب إلى المناطق التي يشكون بأن هناك عملية تجنيد أو عملية غسيل دماغ، تطرف أو قتال. يعني يجب عليهم أن يكون عندهم حس لهذه الأشياء، تحسس، وأن يمنعوها. نعم. إذن شكرا جزيلا لك أستاذة رشا رشيد جرهم، الباحثة الاجتماعية والمناصرة لحقوق الإنسان،
كنت معنا عبر سكايب من جنيف. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام. أطفال اليمن أمانة في أعناقنا جميعا، علينا التنبه لهذه النقطة، هم المستقبل الحقيقي للبلد. الأرقام التي ذكرت أرقام مرعبة ومخيفة بالحقيقة، نتمنى أن تحدث معجزة لتلافي مثل هذه الأمور التي تحدث في بلادنا. شكرا لكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن نلتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.